Your Excellency President صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السيدات والسادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء البلاد وممثلي الحكومات، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لاجتماعنا اليوم في هذه القمة المهمة والتي نتمنى أنها تزيد من الوعي بشأن ما يحدث في هذه البقعة من العالم، ونتمنى أننا نخرج من هذه القمة بخارطة طريق ينتهي إلى حل. نشكركم على شجاعتكم وعلى رؤيتكم بأنه حتى في الأوقات العصيبة مثل هذه علينا أن يكون بمقدورنا أن نعقد وأن نجمع قادة الدول لأن نتشارك الأفكار والرؤى حول ما يمكننا أن نفعله. إننا نجتمع هنا يدا بيد وكلنا تخوف وقلق في مثل هذا الصراع غير المشهود الذي يحدث في قطاع غزة وإسرائيل كذلك، فإننا نعرب عن خالص العزاء والمواساة لهذه المعاناة الإنسانية. نحن في جنوب إفريقيا نرفض تماما مقتل المدنيين وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة وكذلك قرار التهجير القسري والنزوح الإجباري مثل هذه الأخبار الصعبة، وعلى رأسهم القصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الذي ينتهك القوانين الدولية، والأدهى من ذلك وأمام البشرية جمعاء، فإننا ندعو إلى وقف مثل هذه الإجراءات فورا، ونطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة. كذلك فإننا نطلب تقديم وفتح ممرات إنسانية للمساعدات الإنسانية مثل لتمرير الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء، وتقديم كذلك المساعدات الإنسانية التي هي مطلوبة للشعب الفلسطيني. كذلك فإننا ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إن المجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية وأوجه الحوار، ونحن في جنوب إفريقيا فإننا بالطبع مهتمون بما يحدث في فلسطين لأن شعوبنا تثمن هذه الجسارة والشجاعة أملا في تحقيق حريتهم ورغبة في إنهاء معاناتهم دعما للشعب الفلسطيني، ولكن كذلك لدينا قادة يتسمون بالشجاعة والقدرة على تنحية الخلافات والعمل نحو تحقيق السلام وتحقيق نظام عادل لهذه القضية. إذن نحث كل الأطراف على وقف هذه الاعتداءات، كذلك نحث كل الدول على وقف تقديم الأسلحة لكلا الجانبين رغبة في عدم تأجيج هذا الصراع. كذلك فإننا نعول ونلقي بالمسؤولية على الحكومة الإسرائيلية للعمل نحو تهدئة هذا الصراع الذي طال أمده لعقود عديدة وتحقيق السلام.
كذلك فإن هناك تخوف من أن هذا الصراع يمكن أن ينتشر ويستشري ليكون خارج حدود السيطرة ليشمل دول عدة. والطريقة الوحيدة لإحلال السلام هو إنجاز التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني بشأن حقوق الإنسان وكفل كرامتهم وحفاظ دولتهم. هذا بالطبع يتماشى مع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والتي تضمن حل الدولتين إسرائيل وفلسطين بناء على حدود 67. كذلك من خلال عملية المفاوضات وتسوية هذا النزاع مدعومة بجهود المجتمع الدولي يمكن للشعب الإسرائيلي إنجاز الأمن الذي يسعى إليه ولشعب فلسطين أن يدركوا ويحققوا حريتهم وحق تقرير المصير الذي يستحقونه. وعلينا نحن كمجتمع دولي أن ندعو لعملية وقف إطلاق النار والاهتداء إلى حلول مستدامة لهذا الصراع والوقف داعمين لمن يدعم السلام وحقوق الإنسان وإنهاء المعاناة الإنسانية التي بدأت تتضاعف وتتفاقم في قطاع غزة. أشكركم.